بيكم اعزائي المشاهدين في موقف جديد وبرنامج مواقف مع المسيح. اتكلمنا في ثلاث حلقات قبل كده عن موقف الرب يسوع مع المراه الخاطئه وشفنا قد ايه روعه المشهد اللي احنا عشناه الوقت اللي فات لكن هنكمله النهارده في الحلقه الرابعه بس قبل ما نعيش نبتدي ان احنا ندخل في الموقف ونعيش فيه نرحب بضيف برنامجنا الاخ يوسف نسان مدير قسم الابحاث والدراسات الكتابيه دار الكتاب المقدس بمصر واهلا بك يا يوسف اهلا بك يا وانا متحمسه عايزه يعني عايزه اسمع باقي الموقف اوكي طيب تعالوا نقرا مع بعض انجيل لوقا اصحاح 8 اصحاح 7 انا اسفه من عدد 36 لعدد عدد 50 صح كده تمام وساله واحد من الفريسيين ان ياكل معه فدخل بيت الفريسي والتكأ واذا امراه في في المدينه كانت خاطئه إذ علمت أنه متكئ في بيت الفريسي جاءت بقارورة تطيب ووقفت عند قدميه من ورائه باكية وابتدأت تبل قدميه بالدموع وكانت تمسحهما بشعر رأسها وتقبل قدميه وتدهنهما بالطيب فلما رأى الفريسي الذي دعاها ذلك تكلم في نفسه قائلا لو كان هذا نبيا لعلم من هذه الامرأة التي تلمسه و وما هي انها خاطئه فاجاب يسوع وقال له يا سمعان عندي شيء اقوله لك فقال قل يا معلم كان لمداين مديونان على الواحد خمسمائة دينار وعلى الاخر خمسون واذ لم يكن لهما ما يوفيان سمحهما جميعا فقل ايهما يكون اكثر حبا له فاجاب سمعان وقال اظن الذي سمحه بالاكثر فقال له بالصواب حكمت. ثم التفت الى المراه وقال لسمعان: اتنظر هذه المراه اني دخلت بيتك وماء لاجل رجلي لم تعطي واما هي فقد غسلت رجلي بالدموع ومسحتهما بشعر راسها قبله لم تقبلني واما هي فمنذ دخلت لم تكف عن تقبيل رجلي بزيت لم تدهن راسي. واما هي فقد دهنت بالطيب رجلي من اجل ذلك اقول لك قد غفرت خطاياها الكثيره لانها اخذت كثيرا والذي يغفر له قليلا يحب قليلا ثم قال لها مغفوره لك خطاياك فابتدا المتكئون معه يقولون في انفسهم من الذي يغفر خطايا ايضا فقال للمراه ايمانك قد خلصك اذهبي بسلام تعالوا نفتكر مع بعض الحلقات اللي فاتت ونرجع نكمل موقف الرب يسوع مع المرأة الخاطئة <applause> إزاي الرب جاوب سمعين الرب سمعين لم يسأل ما سألوش طيب. أولا الأمر ده بنلاقيه متكرر في حياة المسيح سواء مع جموع سواء مع أشخاص أو حتى مع تلاميذه أوقات كتيرة بيفكروا في حاجة مش قادرين يواجهوا بيها لكن هي جواهم وتبقى أسئلة أو شكوك أو مخاوف م. فتلاقي المسيح على المشاعر دي أو المخاوف دي أو الأفكار دي بيجاوبهم وهم بيزهلوا يزهلوا. آه. هو عارف إزاي آه. احنا وفي رأيي أنا في دي بالذات في الموقف ده بالذات وكأنه بيرد على شكوك آه سمعان إذا كان هو نبي أو لا قل يا معلم لأن كان متوقع أن ما فيش أي شيء يبرر الموقف ده وكأنه بيقول له يعني يعني هتدافع عن نفسك بإيه؟ إيه الجديد اللي أنت ممكن تقوله؟ ما أنت اكتشفت خلاص. بالظبط يعني ده مش نبي فخلاص وكأنه اكتشف إن هو مش نبي. مفيش جديد هتقول إيه؟ مش منتظر منك حاجة قول قول يا سيدي قول زي ما أنت عايز هتقول إيه يعني؟ فقال له إذ لم يكن لهما ما يوفيان سامحهما فربنا هيسامح الجميع. اللي عليه كتير واللي عليه القليل. المفروض يعني اللي, ب... اللي عليه كتير هو اللي سامحه بالأكتر. ما قالش كده هو. مم. هو قال ايه؟ سمعان. آه فاجاب سمعان وقال أظن, اظن الذي سمحه اظن يعني اظن ازاي يعني؟ ده يعني. انت تقصف في يعني اي امتحان. مش داعي. مش اكيد. يعني. ازاي يعني اظن؟ مم. الاغرب بقى ايه؟ رد يسوع عليه. بالظبط. بس بصوت الحياه بس كده. وانا في رايي ده اللي بيعمله معانا دايما. مم. نبقى في منتهى البجاح وبنرد الردود مش منطقيه و... و... والكلام بتاعه واضح جدا والوعظ بتاعه لينا واضح جدا والنصائح بتاعته وكل شيء واضح وضوح الشمس لا محتاج تفسير ولا تاويل ولا اجتهاد ولا اي حاجه خالص زي المثل ده ومع ذلك تبقى اجابتنا نظن ليه؟ عايزين نهرب من المسؤوليه ومش عايزين نواجه الحقيقه يعني أو. انت عايشه في فكره ان انت بتروح الكنيسه او بتروح المؤتمر او بتروح الاجتماع او بتقرا الكتاب كروتين يعني كمظهر اجتماعي كجزء من نشاطي كجزء لان في اصحابي اه ده عشان مسيحيه فانا لازم اعمل كده يعني عايشه العيشه العاديه دي لكن فكره ان انا واخد الامور بجديه وان انا كل يوم بتغير وان انا واخدها مسؤوليه واخدها علاقه حقيقيه بيني وبين الله وان العلاقه دي هي اغلى او اعظم ما في حياتي الست دي بينت من اول لحظه قابلت فيها المسيح ان المسيح هو اللي في المشهد لوحده كل الناس اختفت من المشهد بالنسبة لها لم يبقى إلا يسوع لكن المسيح بيوصل رسالته بيوصل محبته للناس كلها وده اللي بيحصل في كل مرة بنفتح فيه فضائية وده اللي بيحصل في كل مرة بنروح فيه كنيسة رسالة, رسالة صبت. ربنا لينا عشان يقول لنا الكلام اللي بيقوله السمعان عن طريق بقى مرأة خاطئة عن طريق أشياء تانية ربنا بيستخدم أدوات كتيرة جدا لا تخطر على بال إنسان عشان يجيب ناس ليه ليه المسيح أقصد ان هو يعمل يقول له بص لها؟ ما كان ممكن يوصل الرساله او يكمل كلامه من غير ما يطلب منه ان هو يبص لانه لم يجد في تعبدها وتوبتها الا نموذج حقيقي لازم الناس تتشبه بيه وتتعلم منه. ولا تحجر وكبرياء واستعلاء من سمعان ما فيش حاجه هتكسره الا النموذج الحقيقي. الحي اللي هو شافه واللي لمس قلب المسيح المرأة مئة في المئة أذابت أذابت قلب المسيح طيب يوسف آخر حاجة إحنا وقفنا عندها وقلنا هنتكلم عنها بالتفصيل هي واجبات المضيف الأساسية نحو ضيفه في الوقت ده أو عند اليهود طيب نبتدي خطوة خطوة Okay. مم. فهو بيقول لها دخلت بيقول له هو. بيقول اه المسيح بيقول لسمعان دخلت بيتك وماء لاجل رجلي لم تعطي واما هي فقد غسلت رجلي بالدموع أوه. اولا المسيح نبرته مليانه عتاب مم. اولا اللي دعاه من البدايه هو الفريسي دعاه الى بيته انا ما جيتش اقتحمت بيتك مم. انا مش جيش مش جاي غصب عنك انا جاي ضيف مبجل معلم عظيم وانت جايبني بالصفه دي ومقعدني على يمينك فالمسيح قال له انت تعاملت معايا بخشونه بفظاظه بشيء غير لائق وما ما قدمتليش احترام واجب وانا ساكت يعني ما طلبتش حاجه ليه ابسط حقوق الضيف الماء ده كانت عبارة عن أجران موجودة في مدخل البيت وفي ثلاث طرق عشان يغسل رجليه أولا يعني هم جايين في نعال عبارة عن سيور يعني مش صنادل حتى عادية سيور وكل الطرق مطربة آه مش مفيش حاجة اسمها أسفلت أو حاجات مرصوفة فهم داخلين آه يعني كل بيت حتى لو انا راجع لبيتي الشخصي اول حاجه بعملها قبل ما اكمل ادخل اولا هي بسبب طول الطريق والمشي الطويل حتى بتعمل ترطيب للرجلين اه وبتعمل انعاش كده للشخص فهي مهمه من كل نواحي طبعا غير النظافه والبيت ما يتوسخش بالظبط البيت ما يتوسخش دي مش مشكله المشكله اكتر ان هو نفسه جاي محتاج يبقى آه ف لأم عبت موجود في البيت ده يخدم... بيخدم الخدمه دي ولا اما صاحب البيت نفسه لو بيكرم قوي الشخص اللي جاي لا اما الشخص نفسه هو بيغسل رجليه وده اللي نلاقيه في تكوين 18 ونلاقيه في قضاه 19 يعني المشهدين دول لما نرجع لتكوين 18 او في العهد القديم او قضاه 19 نجد فكره الضيف اللي بيدخل بيتغسل رجليه فهي عاده موجوده في كل بيت ما كانش هيعمل حاجه زيادة للمسيح لكن المسيح من البداية داخل ما لقاش ده فهو بيقول له في مقابل انك ما عملتش الواجب اللي عليك وده اول واجب من ثلاث واجبات المرأة عملت ما هو اعظم بكتير يعني عملت ايه المرأة غسلت رجلية بالدموع ومسحتهما بشعر رأسها يعني بس كده وخلي بالك هنا المسيح ما ذكرش الطيب لان اغلب كتير من الطيب دموع عينين المرأة دي أو دموع عينيه هو شيء لأ. من وجهة نظره طبعا أهم هو حاجة هو ده اللي حس بيه يعني, يعني خلي بالك الدموع عموما ساخنة لكن كمان اللي بتنزل بحرقة بالشكل ده بيتحس بيها جدا جدا أكتر من أي شيء تاني فهي ده نازلة على رب يسوع وهي مش سامحة لنفسها أنها تسيب الدموع على رجله فأخذت شعر رأسها عشان تمسح هي لأنها في بيت غريب كمان اللي هتقدر تاخد حاجة وهي شافت انه يستحق هو يستحق شعر رأسها ده يعني زي تاج راسها يعني اعظم ما في المرأة اكبر فخر ليها بس كده يعني عارفة يعني هاتوا التيجان فهي جايبة التاج بتاعها جايبة افضل يعني اعظم ما شيء بتفتخر بيه وغسلت رجله رجل بالدموع ومسحته بشعر راسها طيب تاني حاجه قبله لم تقبلني واما هي فمنذ دخل دخلت لم تكف عن تقبيل رجليها. يعني. كانت الطبيعي ان لما بيدخل الضيف في ثلاث طرق لاستقباله. الطريقه الاولى ان الضيف بيحط ايده اليمين على كتف الضيف الشمال. يحط ايده كده على الشمال ويرحب زي طبطب عليه ويرحب بيه. فلما يمد ايده فوق كده على الكتف الشمال ده ويبقى ده الترحيب. الامر الثاني فكره القبله على الجبين، والامر الثالث القبله على خد اه فهو ما عملش ولا حاجه من دول مع ان هو اللي دعيه هو اللي دعيه يعني في كل مره احنا بنقول هو اللي دعيه لازم نفتكر ان هو اللي دعيه ايوه وداعي معلم عظيم آه. وشهره كبيره وناس متعلقه بيه وناس ماشيه معاه من بلد لبلد وسوري يعني اللي هو عمله ده قصاد آه كل الناس <applause> يعني اتباع المسيح شافوه وتلاميذ المسيح شافوه ففيها اهانه للمسيح طب انت اللي داعيني ليه؟ يعني آه انت هو ممكن يكون قاصد كده اساسا اه يعني يبقى يبقى انت عايز تعمل كده اه عايز يوصل حقيقه للناس هي ايه؟ مش ممكن بس دي المشكله في المقابل بقى هي عملت ايه؟, إيه واما هي فمنذ دخلت لم تكف عن تقبيل رجلية رجليا ما فيش حد بقول لك المنظر المشهد ده مش موجود في اي مكان في الكتاب المقدس ما فيش المكان ده اللي سكبوا الطيب او كسروا ازازه الطيب سواء في يوحنا 12 او في متى 26 او في مرقس 14 ولا واحده فيهم قبلت رجليه اخ يعني اقصى حاجه عملتها مريم في في يوحنا 12 انها جالك. مسحت لا مسحت آه... رجليه بشعرها صح يعني سكبت الطيب على رجليه ومسحتهم بشعرها لكن فكره تقبيل القدم او الرجل دي مش في بال اي حد هي عملت عمل بالنسبه للمراه مهين جدا وانا قلت لك لن نجده الا بين العاشقين يعني شوفي المشاهد يستقبلها اي استقبال لكن هي كانت كده هي بالنسبه لها هو ده عريسها يعني ده هو أملها ده, ده, أملها ده هو ملكها هو كل شيء أوه. فهو أف يعني هي اللي عندها استعداد تعمل اي شيء عشانه وزي ما قلنا في الحلقات اللي فاتت المشهد يعني 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 عارفه يعني زي ما الستاره اغلقت فقط لم يبقى الا المسيح كل الناس مش شايفة ولا في مشاهدين ولا في اي حد على الترابيزه هي مش شايفه غير المسيح ورجلين المسيح م. وفضلت هناك م. للنهايه يعني المسيح بيقول امثله والمسيح بيتكلم مع سمعان هي ظلت في مكانها بالظبط ورا ومن وراءه طيب بزي ثالث بزي... حاجه بزيت لم تدهن راسي اه واما هي فقد دهنت بالطيب ورجليها طيب في ثلاث طرق برضك كانوا بيستقبلوا بيها الضيوف آه. اول طريقه ان انا اسكب الطيب والعطر على الراس دي اول مرحله الثانيه اني اطلق في الهواء او في الجو او في الـ في الـ آه رائحه البخور عشان تتردد في كل ارجاء البيت دي تاني حاجه ان يعني انا اطلق بخور وروائح طيبه فالناس كلها تعرف ان في شخص مهم جدا دخل الامر الثالث اني ادهن راس الشخص بزيت الزيتون وهو دي سوري ارخص واحده يعني دي اقل واحده اغلى واحده هي العطور يعني ان انا بطيب اجا بالظبط ودي كانت قليله يعني ما ما متوفره قوي كان زيت اه طيب واما هي فقد دهنت بالطيب ورجليه يعني كمان خالص. مش راس ورجليه لا رجليه يعني هي ما بقول تعدت كل المراويه لم تتحرك من عند رجليه كل الواجبات عملت عند رجليه من اول ما غسلت رجليه قبلت رجليه ودهنت آه رجليه بالظبط كده طيب كل الحاجات دي سمعان الفريسي ما عملهاش كل الواجبات دي لم يفعل شيء لا هو عملها ولا عبد خادم عنده عملها ولا اي حد عملها ما تعملتش اساسا ابدا يعني ما قامش بواجب الضيافه رغم أنه هو اللي دعيه يعني هو المراه دي بالنيابه عن كل الناس دي هي اللي عملت كل حاجه وهي اللي استقبلته الاستقبال اللائق بيه طيب واجب الضيافه ده هل ده كان لازم عند اليهود؟ 100% ولا ممكن مش, مش كل الضيوف لا يعملوا كده؟ لا لا لا. لا 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 المسيح لما بيعاتب بيعاتب عن حق ومش بيطلب حاجه اكسترا لنفسه ده قصد ده قصد إن ما هو طيب ما يدلوش طيب واجب الضيافه ده هنا كل الكلام فيه عتاب بس كده بيقول له انا من لحظه ما دخلت لغايه دلوقتي ما معاي معايا اي واجب من اللي المفروض تعمله مم. يعني مش ان المختار فهي عملت حاجه زياده لا كان لازم تتغسل رجليا كان لازم تديني حتى ماء لرجل... لاجل رجليا يعني كان ممكن المسيح او تلاميذ المسيح يغسلوا رجليهم هم بنفسهم طب نطلع فاصل من اوكي شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج إن كان لديك أي سؤال أو استفسار أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info at كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني على www.alkarmatv.com أو راسلنا على P.O. Box 3610 سيل بيتش كاليفورنيا 90740 طيب قبل الفصل كنا بنتكلم عن ان العشار الفر... الفر... آه سوري مش العشار الفريسي <applause> 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 سمعين الفريسي ما ما قامش بواجبات الضيافه خالص, مع المسيح وكانه هو كان قاصد بالظبط انه يعني مش مهتم مش بديله المكانه بتاعته لكن المرأة الخاطئة قامت بكل واجبات الضيافة على أحسن صورة وعمرها حصلت أبزبط. قبل كده علي. ولا بعد كده طيب ما معنى غفرت خطاياك الكثيرة لأن غفرت غفرت خطاياها الكثيرة لأنها أحبت كثير. أوكي دي لما نرجع لترجمات تانية ودي محتاجين نرجع لترجمات تانية لأن الواقع ده كأن الشخصية دي استحقت الغفران م. بسبب الحب هي العكس لأنها غفر ليها كتير فأحبت كتير مش العكس مش لأنها أحبت كثيرًا فغفر لها كثيرًا مش إن المبادرة مننا مش من ربنا بالعكس إحنا كل ما بيتغفر لينا وبنشعر بأن إحنا مديونين قد إيه محبتنا بتزيد ليه يعني والعكس بقى يعني هنا الترجمة الأدق قد غفرت خطاياها الكثيرة لذلك احبت كثيرا اه بس هي تتفاهم من الترجمه لا ما هي ما كده اه ما هي غفرت خطاياها عشان هي حبت لا 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 خطاياها الكثيره سبق وان غفرت خلاص مم. هي من اللحظه اللي اتقابلت فيها مع الرب من لحظه ارتاحت كل همومها كل اثقالها رمت كل حاجه واستردت نفسها من جديد وعشان ده كله حصل هي اعطت كل شيء هي احبت هذا الحب مم. مش العكس مش لأنها أحبت وقدمت محبة فربنا هيبتدي يغفر ليها فهماني؟ آه طيب إيه معنى اللي يغفر له قليلاً يحب قليلاً؟ وعندي سؤال في الاثنين ما دي حالة سمعان بقى م. دي حالة سمعان سمعان ما شعرش بالنعمة أبداً أقولك دي أقرب ليه عشان بس أقربها لك في رمية ستة نفتحها مع بعض كده رمية ستة نفتح مع بعض رمية ستة ونشوف الكلام اللي بيقوله بولس الرسول <applause> آه 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 في خمسة في الآخر أحسن نبتدي بخمسة وبعد كده ننتهي بستة في عدد عشرين وأما الناموس فدخل لكي تكسر الخطية ولكن حيث كثرت الخطية اللي حصل النعمة ازدادت يديني. النعمة جدا هي دي الفكرة حتى كما ملكت الخطية في الموت هكذا تملك النعمه بالبر للحياه فماذا نقول طالما بت... لما بنزود اول خطيه انا في الخطيه آه وده كان سؤالي على فكره آه انا ابقى في الخطيه لكي تكسر النعمه فبيقول بعدها ايه حاشا حاشا حد غاوي خطيه ده احنا غاويين آه نعمه احنا غاويين حب احنا غاويين الرب احنا عايزينه هو المشكله الشخص ده الفرق بقى بين شخص عاش طول حياته في الكنيسه ومن مدارس الاحد ومش حاسس انه بيعمل خطايا لا مش بس كده ولما اتغفر له ما حسش انه اتغفر له كتير اه بينما واحد بقى من الكوره البعيده واحد من اخر الدنيا جاي حاسب بالمديونيه حاسب نعمة و... جدا زي بولس الرسول لما جاي لي ده دا كان داعشي جاي لي من اخر الدنيا كان ميت وعاش بيدرك و... ده فعلا بس كده بيدرك بقى انه لا دي النعمه دي وهو بولس ده احساسه م. ان النعمه كانت غنيه جدا اكثر من احساس التلاميذ اللي عاشوا ثلاث سنين مع الرب يسوع زي بطرس او يوحنا او غيره احساسه هو بالمديونيه <applause> للمسيح بينما اللي المسيح ده للكل واحد هو عمله على الصليب هي حياته هي دمه هي غفرانه <applause> طيب خليني يعني اللي انا فهمته من حضرتك هقول ان الشخص اللي عايش في الخطيه اللي بعيد كان كل البعد عن ربنا وادرك نور ونعمه وغفران ربنا فبيحس مم. ان ربنا شال فعلا من على ظهره يعني حمل جدا جدا, جدا وبيدرك فعلا رحمه ربنا ان الحاجة. هو اه غفر له لكن الشخص اللي عايش مع ربنا واتولد في الكنيسه ودي مشكلتنا كلنا ايوه مشكله يعني. الكنايس كلها مم. ان هو خلاص هو عايش في النعمه بالظبط بدرجه ما يغلط يرجع يتوب يتغفر له يغلط رغم ان ممكن تكون حجم الخطايا واحد لكن ده حاسسها و و و يعني ممتن بيها لربنا علشان غفر له والكلام ده كله كان التاني مش حاسس وكان ده دور ربنا وان احنا اتغفرت لنا وفاهمين غفران الله ونعمه الله قلت. اه موافقك بس بدون تعميم يعني في ناس بتيجي انا بقولك تعميم ما انا انا نفسي مع انا بالعكس انا بأيدك يعني. انا بأيدك اهو بأيدك بس بقولك في ناس بتيجي من كوره بعيده الاغلب الاعم منهم مديون مكرس عايز يدي حياته للرب عنده ساد يموت للرب وفي ناس عاشت طول عمرها في النعمه وعرفت المسيح مش بشكل تراجيدي مش بشكل تغيير شديد اه لا عرفته وفيهم ناس قليلين بقى بيتكرسوا بيدوا حياتهم بيغيروا من وجه الكنيسه وبيجيبوا ناس للمسيح 100% بس بقول لك التراجيديا اللي حصلت زي اللي حصلت لبولس وهو في م. الطريق الى دمشق وظهور الرب يسوع عليه والمسيح بيسهر كتير ده اللي انا مؤكد عليه ده طبعًا. في في, في دول كتيرة وبتجيب ناس كتير جدا. الناس دي بقى بترجع نار جواهم عايزه آه تدي اي شيء للمسيح مم. تدي حياتها للمسيح وتدي بيتها للمسيح مم. وده الفرق بيبقى طيب روعه ان الله ان الرب يسوع يعلن ده قدام كل الناس رغم الفريسي اللي آه. قاعد متضايق مغفوره لك خطاياك ده كان خلاص خلصت يعني تمت خلاص من زمان والمراه وصلت لها مش كده قال لها مغفورة لك الذي احب كثير خلق. هي حبت كثير عشان هي تغفر الله كثير م. لكن كان لازم الفريسي يسمع كلام ده وكل اهل القريه يسمعوا كلام ده وهذا الاعلان وهذا التصريح من المسيح عشان الناس تسمعه مش عشان هي تعرفه هي خلاص اختبرته هي, هي متاكده أوه. منه اكثر سأكيداً. من كل القاعدين هي الوحيده اللي ادركته لكن هذا الاعلان شهاده ليها هي يبرأ صحتها قدام كل اهل القريه دي هذه المراه الخاطئه اللي عاشت حياتها كلها بالشكل ده مش هتعود تاني للطريق ده مش هت مش هتعيش العيشه دي تاني هتشوف طريق تاني تعيش بيها هتبقى انسانه بره <applause> طيب دايما بيقولوا في نفسهم سمعان قال في نفسه دايما بيخافوا <applause> وكل اللي قاعدين قالوا في نفسهم ويعني على طول بي... كل الكلام <applause> <من> جواهم بين... <applause> يعني بينهم وبين نفسهم ليه؟ بيخافوا كله بيخاف من المسيح <applause> ليه ما قالوش بصراحه ليه بيقولوا في نفسهم؟ بي... بي... ارجعي مثلا لوقا خمسة <applause> نرجع للغة خمسة واحد وعشرين فابتدأ الكتبة والفريسيين يفكرون قائلين من هذا الذي يتكلم بتجاديف من يقدر أن يغفر خطايا إلا الله وحده بيعملوا ايه يفكرون قائلين مالوش برضك لكن يقول الكتاب فشعر يسوع بأفكارهم يسوع شعر بأفكارهم وأجاب وقال لهم ماذا تفكرون في قلوبكم

مش بس غفران خلاص تام حصل ليها شفاء تام حصل ليها تحرير كا تام حصل ليها مكافأة على ال... وقال لها و... كمان الكلمة بسلام. العجيبة العظيمة بتاعت المريحة منه اذهبي بسلام طيب قبل ما هت يعني تقول لي المث... مش المثل الموقف ده آه. بيقول لنا ايه آه. والمرأة الخاطئة مين هي المرأة الخاطئة؟ عايزه بس اعرف هل الاستنكار الفرسيين واللي قاعدين والمتكئين ده علشان هم فعلا مصدقين ان مش هو ده الله؟ مش هو ده المسيح المنتظر؟ ولا شايفينه نبي بس مش عايزين يعترفوا بيه؟ لا ما اصل حتى لو نبي لا يحق له ان يغفر خطايا ليس لا يملك الا الله ولا طول ما المسيح كان في الجسد ما كانش حد بيتعامل معاه بانه الله الذي في الجسد آه كانوا طبعاً. بيفكروا في اقصى حاجه اقصى حاجه, حاجة نبي بالظبط اقصى حاجه نبي وحتى تلاميذه كانوا بيعتبروه نبي مش اكتر لكن فكره ان هو الله م. اللي ظهر في الجسد هذا الاعلان الكامل ده عرفته الكنيسه فيما بعد بعد القيامه لكن فيما لكن هنا هنا طبعا لا هنا ده ده بيتكلم بتجاديف بيتكلموا على المسيح يتكلم بتجاديف هنا فهو هو مش مصدقين بس زي ما انت بتقولي وبنلاحظ كتير هم مش بيلاحظوا مش بيقدروا يواجهوه لا مش بيقدروا يواجهوه ولكن هو اوقات هو أو اوقات بقى بيقرر يواجههم واوقات أو بيتجاهلهم يعني. طيب الموقف ده قولينا ايه النهاردة ومين هي المرأة الخاطئة طب المرأة الخاطئة كل واحد أنا وانت وكل مم. إنسان يعني ما فيش حد يستبعد نفسه بالعكس مم. في رأيي أنا بنتمنى مم. نكون هذه المرأة أنا اللي عند قدميه وبتقبر يعني ما فيش مجد بعد كده حقيقي صح. عند الناس برة ان دي مهانة اذلال اذلال ومهانه لا هم في ناس شايفه انه في النهايه ده يسوع انسان محدش يعني مختبر ان ده اله ان ده الله الذي ظهر في الجسد ده ايماننا بقى وان ده ايماننا عايزين نرجع بقى عايزين نروح العصر للعصر اللي العصر ده نعبده عباده حقيقيه فه. ونبقى عند رجليه فكل انسان لم يعرف المسيح هو هذا المره هذه المراه الخاطئه الى ان يعرف المسيح هو يقول له بقى يقول لكل انسان سواء رجل امراه ايمانك خلصت اذهبي بسلام او اذهب بسلام وغفر لك كل خطاياك بس نتيجه كده في محبه كبيره بقى بتطلع من قلوبنا ليه في تكريس حقيقي اختبار حقيقي آه. انا متخيل الست دي مم. لما خرجت من من المكان ده مم. عاشت للمسيح خلاص بقت شاهده ليه زيها زي السامريه زي ما فيش حد بيعرف المسيح زي زك، وبيعيش زي ما هو صح آه. المعرفه حقيقيه بالظبط زي زكا بقول لك يعني مم. يعني زك. بحسب التقليد اليهودي سوري بحسب التاريخ المسيحي عند يوسيبيوس رافق بطرس بعد كده بقى رفيق لبطرس وبقى اسقف قيصريه كنيسه قيصريه زكه العشار او رئيس العشرين فشوفي التاريخ المجيد اللي ربنا بيعمله بينا لما بتتغير حياتنا آه يوسف انا استمتعت جدا بالموقف الجميل ده وزي ما انت قلت كلنا المراه الخاطئه وكنا انا كنت اتمنى اكون هي وعند رجلين يسوع بالفعل وفي نفس الوقت ده شكرا ليك وربنا يباركك يعني عشنا موقف جميل جدا اعزائي المشاهدين موقف الرب يسوع من المراه الخاطئه كان درس للفريسي وللناس اللي قاعدين وفاكرين ان هم ابرار في انفسهم وفاكرين ان هم مش بيعملوا خطيه لكن الحقيقه اللي بيجي عند رجلين يسوع واللي بيعترف بكل خطايا واللي بيحتاج رحمة وغفران يسوع هو اللي بينال الخلاص الحقيقي ونعيش بسلام بشكركم لمتابعتكم وإلى اللقاء في موقف جديد وبرنامج مواقف مع المسيح